طيب نعود بقى لأخبار منتخبنا الوطني. كارلوس كيروش يحدد 27 مارس موعدا لسفر الفراعنة إلى السنغال لخوض مواجهة الإياب. أيضا كيروش بيطمئن على جاهزية محمد صلاح للمشاركة أمام السنغال. الحمد لله كل النتائج والأخبار اللي جاينا من معسكر المنتخب، وزي ما حضراتكم شايفين في الصورة اللي حضراتكم شايفينها، الحمد لله محمد صلاح زي الفل. اتقال إن هو، لكن الإجراءات الطبية دايما كانت مع إن محمد صلاح سيكون متواجدا، وهو تريزيجيه كمان موجود مع المنتخب، وبالتالي إن شاء الله المنتخب يكون جاهز بكامل لاعبيه، بكامل لاعبي زي ما حضراتكم شايفين. ادي عمر مرموش، ادي محمود علاء، ياسر ابراهيم، سولية، تريزيجيه، مجدي قفشه، مروان، نبيل دونجا، محمد عبد المنعم. كل اللاعبين الحقيقه دايما بيبقوا موجودين، وزي ما حضراتكم شايفين الكل، ما فيش حاجه اسمها ده بيلعب في الحته الفلانيه وده بيلعب في الحته العلانيه، لا، الكل بينظر الى اسم مصر وخلاص، كل الحاجات دي بره اي تفكير لهؤلاء اللاعبين. قبل معركة الحسم المونديالي، صلاح ضد ماني الغلبة لحذاء الفرعون. الصفحة الرسمية لمنتخب السنغال أعلنت عبر تغريدة خاصة عن حذاء جناح ليفربول الإنجليزي ساديو ماني قبل المواجهة القوية التي لا تقبل القسمة على اثنين ضد منتخب مصر يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 22. يرتدي النجم محمد صلاح حذاء أحدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لعب به في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 الأخيرة، وتداول نشطاء عبر مختلف المنصات صور الحذاء الذهبي الذي وصفوه بالتاريخي، والذي سيحمل توقيع قائد المنتخب المصري محمد صلاح على غرار كبار لاعبي العالم. وبحسب صحيفة ذا سن البريطانية حينها، فإن حذاء صلاح مستوحى من نفس الحذاء الذي ارتداه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم 2014، ويتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قائمة أغلى 10 لاعبين في صفوف المنتخبين بقيمة تسويقية وصلت إلى 100 مليون يورو. طيب، لجنة من الاتحاد الإفريقي تتفقد تأمين استاد القاهرة قبل السنغال. يعني طبعا هي كلها إجراءات روتينية، ولكن الكل يعلم يعني إيه استاد القاهرة أحسن تأمين، بعد خصوصا بعد اللي شفناه في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة أمام الكاميرون، فكل يعلم يعني إيه استاد القاهرة، ويعني إيه تأمين استاد القاهرة، ويعني إيه ملعب استاد القاهرة، ويعني إيه جمهور المصري في استاد القاهرة، استاد الرعب والخوف للجميع في الرياضة في كرة القدم. لما بيبقى الاستاد ده مقفول، ان شاء الله يوم الجمعه القادم بالليل كلنا نبقى قاعدين وبنتفرج. الامن، ودي مهمه جدا 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 جدا، الامن يضع مدونه سلوك للجماهير قبل مباراه مصر والسنغال. لازم حضراتنا اي حد هيروح المباراه من 50 60 70 الف اللي هيبقوا متواجدين، لازم تكون عارف انت رايح تعمل ايه، وما ينفعش تعمل ايه برضه، لانه انت رايح تشجع بلدك بس، مش رايح تعمل حاجه تانية. انا رايح اشجع بلدي فقط لا غير، انا عايز منتخب مصر بقياده المجموعه ال 11 اللي هيلعبوا والاربع خمس تغييرات اللي هينزلوا يكونوا انا رايح اشجعهم، ما عنديش حاجه تانية اعملها خالص خالص. كل اللي انا عايزه كيف تشجع منتخب مصر في هذه المباراة. وضع رجال الأمن طبعا قائمة المواد الممنوعة، هتلاقوها طبعا موجودة في كل مكان على الجماهير حملها خلال المباراة، وجاءت القائمة مؤشرات الليزر، عبوات الطلاء، البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أي مواد أخرى قد تسبب الحريق أو الضرر، الألعاب النارية، الشعلات والسجائر وملحقاتها، والمدوخ والسجائر الإلكترونية، والأبواق التي تسبب ضجيجا مرتفعا. حاجات كتيرة جدا لازم الكل يلتزم، أي حد رايح ومعاه تذكرته في إيديه، فان أي دي بتاعه معاه، يبقى ملتزم بكل هذه الامور، علشان ان شاء الله انا رايح اشجع بلدي، ان شاء الله ربنا يكرمنا نكسب، بعد كده يحلها الف حلال.